يلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اعتقاد أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في جماعة السلف الذين يروي عنهم. ذكر الإمام اللالكائي صاحب الكتاب ده اللي اسمه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ده الإمام اسمه اللالكائي، ذكر سنده لحد البخاري بقى. قال سمعته، شفتها، سمعته أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، سمعته أبا عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري يقول، ركز بقى، ها أنا أقرأ مش هقف خالص، ركز بقى معي، يقول لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز، ركز بقى، الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات، يعني كتير، يعني مرات كتيرة، قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، فترة زمنية طويلة، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين، رحلتين يعني، والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان. وبدأ يذكر أسماء، مين بقى من أهل خراسان؟ قال المكي بن إبراهيم، كل دول أئمك، أئمة كبار جدا، المكي بن إبراهيم، يحيى بن يحيى، علي بن الحسن بن شقيق، قتيبة بن سعيد، شهاب بن معمر، دول منين؟ من خراسان. طيب بالشام محمد بن يوسف أبو مسهر عبد الأعلى أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج أبو اليمان الحكم النافع ومن بعدهم عدة كثيرة، دول من الشام. وبمصر يحيى بن بكير أبو صالح كاتب الليث بن سعد، سعيد بن أبي مريم، أصبغ بن الفرج، نعيم بن حماد، ماشي. وبمكة عبد الله بن يزيد المقرئ والحميدي وسليمان بن حرب قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرقي، ماشي، دول فين؟ في مكة. المدينة إسماعيل بن أبي أويس، مطرف بن عبد الله، عبد الله بن نافع الزبيري، أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري، إبراهيم بن حمزة الزبيري، إبراهيم بن المنذر الحزامي، ماشي. طيب دول فين؟ المدينة. بالبصرة أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني، أبو الوليد هشام بن عبد الملك، الحجاج بن المنهال، علي بن عبد الله بن جعفر المديني، تمام. دي فين؟ في البصرة، البصرة مدينة عراقية. في الكوفة، الكوفة برضو في العراق، أبو نعيم الفضل بن دكين، عبد الله بن موسى، أحمد بن يونس، قبيصة بن عقبة ابن نمير، وعبد الله وعثمان ابن أبي شيبة، تمام. دول فين؟ الكوفة. وبغداد أحمد بن حنبل، التقب أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، أبو معمر، أبو خيثمة، أبو عبيد القاسم بن سلام، جميل. من أهل الجزيرة عمرو بن خالد الحراني، بواسط، واسط مدينة في إيران، عمرو بن عون وعاصم بن علي بن عاصم. وبمرو، دي مدينة أظنها حالا في طاجكستان أو أوزبكستان، في الدول اللي ورا دي في شرق آسيا، صدق بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. ذكر أسماء علماء السلف، كل اللي كانوا العلماء الأشهر في زمنه، وذكر أنه التقى بالناس دي فترة طويلة، تمام، واتكلم معاهم. قال إيه بقى؟ قال واكتفينا بتسمية هؤلاء كي لا يكون مختصرا وألا يطول ذلك. قال لك أنا عاوز أذكر لك الألف، أذكرهم لك كلهم، بس أنا ذكرت الأشهر منهم. أولا ممكن ما أذكرهمش خالص هيبقى مختصر، ممكن أذكرهم كلهم يبقى إيه؟ مطول، فأنا ذكرت بعضهم، يعني فهمت قصدي؟ فما رأيت، ركز بقى، الجملة دي أهم جملة في الكتاب كله، قال فما رأيت واحدا، ها ركز أول، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، يبقى اسمه إيه بقى؟ إجماع. فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، صح؟ فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. طيب نركز بقى في المسائل قوي، ركز قوي في المسائل، ماشي، وشوف أنت عارفها ولا لا، سمعت الموضوع ده ولا لا، ماشي، شوف إيه اللي أنت مش عارفه، شوف إيه اللي أنت ما سمعتوش قبل كده. قال أن الدين قول، دي يعني الإيمان، ها، الدين قول وإيه؟ مش إحنا عارفين الموضوع ده؟ الإيمان إيه؟ قول وعمل. وذلك لقول الله تعالى، بستدلك بقى بأدلة، بقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، صح، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فجعل الإخلاص والصلاة والزكاة كله من الايه؟ من الدين. فالإيمان قول وعمل. طيب المسألة الثانية، شوف سهلة زي، خلصوا بسيطة خالص، يبقى الإيمان ايه؟ او الدين قول وعمل. احفظ المسائل دي، عاوزك تحفظها، الدين قول وعمل. تاني مسألة،
قال ان القران كلام الله غير مخلوق. في مشكله خدناها قبل كده، القران كلام الله غير مخلوق. ليه بقى؟ الدليل لقوله تعالى: ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره. بعد كده قال ايه؟ الا له، بيت الايه، الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. الا له الايه؟ الخلق والامر. فاذا هناك لله عز وجل خلق وهناك امر. طب هل القران من الخلق ولا من الامر؟ من الامر. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. فعشان كده القران من الامر، يبقى ليس مخلوق. فهمت بس؟ يبقى لبقى الرسول او ربنا فرق بين الخلق والامر. فالقران من الامر، اذا هو ليس مخلوق، كلام الله غير مخلوق. تمام. قال ابو عبد الله، يعني البخاري محمد اسماعيل، قال ابن عيينه، ابن عيينة إمام كبير من أئمة الحديث وأهل السنة، ألف بيشرح الآية بقى الجزء الثاني ده، ألف بين الله الخلق من الأمر، يعني فرق بين الخلق والأمر. قال: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يبقى خلى القرآن اللي هو من الأمر ليس إيه؟ مخلوق. جميل. طيب سمعنا عندي قبل كده بقى؟ ما سمعنا القرآن كلام الله غير مخلوق. طب المسألة الثالثة، قال: وأن الخير والشر بقدر. مش إحنا عارفين نؤمن بالإيه؟ بالقدر خيره، عشان كل شيء بيقع في الكون بقدر الله، يعلمه الله عز وجل وكتب وشاءه وخلق. طيب لقول الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فاهم؟ وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: إن كل شيء، سواء خير أو شر، إن كل شيء خلقناه بإيه؟ بقدر. يبقى أول مسألة نحفظ بس المسألة دي: الدين قول وعمل. اثنين، القرآن كلام الله ليس بمخلوق. ثلاثة، الخير والشر بقدر. طيب جميل. قال: ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب. فاهمين؟ خدناه في آخر دروس صح؟ لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب، يعني فيش حد من العلماء دول كان بيقول على شارب الخمر أو فعل أي كبيرة من الكبائر دون الشرك ما كانش بيقول عنه كافر. لا يكفرون بالكبائر، واضح؟ قال: ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة، يعني مسلم، بالإيه؟ بالذنب. لقوله تعالى، ركز، إن الله لا يغفر إيه؟ أن يشرك به. الشرك ما، فاهم؟ لكن أي حد حاجة تانية قابلة للمغفرة، فدل على أن فاعل الكبيرة ليس بكافر، لأنه ممكن يتغفر له. ها، ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. نقولهم تاني، الدين قول، نحفظهم بس، الدين قول وعمل. قرآن كلام الله غير مخلوق، ها، الخير والشر بقدر. لم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب. طيب رقم خمسة، قال: وما رأيت منهم أحدا، شفتش قبل كده حد فيهم يتناول أصحاب محمد، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بسوء، بيشتم الصحابة أو بيسيء للصحابة. حد من العلماء دول كان بيشتم الصحابة أو يسيء إليهم؟ أبدا. قالت عائشة: أمروا أن يستغفروا لهم. بقيت الرواية دي فسبوهم، فاهم إزاي؟ إن جاء واحد من الخوارج أو جاء واحد من الناس إلى أم المؤمنين عائشة وقالت هنا وأخبرها أن هناك أحد بعض الناس يسبون الصحابة. قال لها: يا أم المؤمنين، ده في ناس طالعة بتسب الصحابة وتكفرهم وكذا، تمام، اللي هم الخوارج والروافض. قالت إيه بقى؟ قالت: أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. ربنا قال عن وصف المؤمنين إيه؟ ربنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا إيه؟ اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يعني ربنا أمرنا بالاستغفار للصحابة والدعاء لهم، فبتقول أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. يعني هذا الفعل مخالف لما أمر الله عز وجل. يبقى في مشكلة؟ ما رأيت أحدا منهم يتناول، يعني بسوء، يشتم يسب أصحاب محمد. طيب وكمان، قال: وكانوا ينهون عن البدع. صح بقى؟ هو يقول لك أنا مش مبتدع بس ماليش دعوة بالبدع، ما حذرش من حد ولا حذر من حاجة. حد كان بيعمل كده؟ كلهم كانوا يحذرون من البدع ومن أهل البدع، وكانوا إيه؟ ينهون عن البدع اللي هي ما أحدث في الدين ولم يكن عليه نفسه. وعرفها لك أهو، إيه البدع؟ قال: ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سواء كان قول أو سواء كان اعتقاد، كان عمل، أيا كان، تمام؟ لقوله الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أهل البدع هم أهل الفرق، خلاف أهل السنة والجماعة المجتمعين على الحق. طيب وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، يعني لو أطعتم الرسول تهتدوا، لكن من خالف الرسول وابتدع هل هو مهتدي؟ لا. طيب يبقى وكانوا ينهون عن الايه؟ عن البدع. طيب هل بينهى عن البدع ولا يأمر باتباع السنة، ولا بيأمر باتباع السنة؟ يقول لك ابعد عن البدع وابعد عن السنة. ينفع؟ ما ينفعش. أمال كانوا ايه؟ ينهون أولا عن البدع، وثانيا يحثون، صح، بيدعو الناس
يحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، صح ولا؟ يعني بيأمروا باتباع السنة. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ده أمر باتباع السنة. ولا تتبعوا السبل، ده أمر من اجتناب البدع، فتفرق بكم عن سبيله، ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. قالوا كمان: وألا ننازع الأمر أهله، لا ننازع ولاة الأمر، بل معتقد أهل السنة الطاعة لولي الأمر في غير معصية الله، صح لا؟ طاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمر منكم. هل من السنة منازعة ولي الأمر بالخروج عليه سواء بالقتال أو السب واللعن والتحريض أو اعتقاد عدم طاعته أو كذا؟ أبدا. أو أخذ اختصاصات ولي الأمر اللي هي الأمور الخاصة به ومحاولة تطبيقها بعيدا عن ولي الأمر زي الجهاد وزي الحدود، ما ينفعش. وألا ننازع الأمر إيه؟ أهلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. يعني ثلاث حاجات لازم تكون في قلبك، لا تجد في قلبك غل أو حقد عليهم، بل تكون قلبك مطمئن بهم، فاهم إزاي؟ تؤمن بهم تماما بقلبك. إيه هم؟ أول حاجة إخلاص العمل لله، إذا يجب عليك إيه؟ إخلاص العمل. اثنين، وطاعة ولاة الأمر ولزوم جهة، لازم ما يكونش في قلبك شك من الموضوع، فهم؟ تكون ثابت على هذا الأمر، وطاعة ولاة الأمر ولزوم إيه؟ جماعتهم. يبقى دول اثنين، طاعة ولاة الأمر أولا، وكذلك لزوم الجماعة، سواء جماعة الدين اللي هي لزوم السنة أو جماعة الأبدان، أنك تلزم جماعة الإمام فلا تخالف ولا تخرج عليه. قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائه. يعني إيه؟ يعني ولاة الأمر إذا اجتمعت عليهم وإذا دعوت لهم، فهم؟ يصلحوا، وإذا صلحوا صلح بصالحهم إيه؟ من وراءه، فهمتني؟ إذا فإن دعوتهم تحيط من ورائه. ثم أكد في قوله، يعني الكلام ده اللي جه في الحديث أكد في القرآن في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإيه؟ وأولي الأمر منه. طيب، وألا نرى السيف على أمة محمد. يعني إيه السيف؟ أولا السيف بيبدأ بالتكفير، صح؟ تكفير الناس بالكبائر وتكفير المسلمين، ثم يبدأ بعد التكفير بالإيه؟ بالخروج على ولاية الأمر، ثم بقطع الطريق والاعتداء على جميع المؤمنين زي ما الخوارج كانوا بيعملوا، فاهم قصدي؟ ولذلك قتلهم. دي اسمها رؤية السيف، يعني بيرى الخروج على ولي الأمر أولا وتكفير، ويرى تكفيره وتكفير المسلمين، هو يبدأ يعتدي بالسيف على المسلمين، ودم المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وإيه؟ وعلمه. قال الفضيل، ده الفضيل بن عياض من أئمة السلف: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إيمان. يعني أنا لو قيل لي لك دعوة واحدة مستجابة، أي واحد فينا لو تقال له نفس الكلمة دي، لك دعوة مستجابة، تقول يا رب دخلني الجنة، مش دعوة حياتي، صح لا؟ لكن هو بيقول: لو أن لي دعوة مستجابة كنت أدعى للإمام أقول رب اصلحه واهديه، تمام؟ فاستغربوا منه جدا. قالوا: يا أبا علي فسر لنا هذا. فقال الجزء الثاني، قال أنه إذا صلح البلاد أمن، إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد، صح لا؟ بدل ما أنا هنتفع أنا بالدعوة ينتفع الناس جميعا بهذه الدعوة. قال ابن المبارك من أئمة السلف، كان بيتكلم مع الفضيل في الوقت ده، هو اللي سأله فسر لنا هذا، فأول ما قال له التفسير لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد، قال ابن المبارك: يا معلم الخير. شفت بقى يثني عليه، أنت كده فعلا تعلم الخير، شيله بقى أنت عميل وخاين وبتفهم إزاي، لا، يا معلم الخير من يشترئ على هذا غيرك، فاهم إزاي؟ من يقدر على كده غيرك؟ فهو فكر في كده، في مصلحة خاصة وفي مصلحة عامة، قدم إيه؟ مصلحة عامة، فأدعو للإمام ليصلح الإمام فيصلح بصلاح الناس، وأنا أحد الناس المنتفعين بهذا الكلام، فهمت أصلي؟ فقال له: يا معلم الخير من يشترئ على هذا غيرك، والحمد لله رب العالمين، تم هذا الكتاب، وجزاكم الله خيرا.